مساء الخير. هنرد على عبد الرحمن. قال الو، انا خلاص جبت المايك والكارت جاي. كان عايز ترايبود، قال لي كان فاكرني لسه عند الناس، قال لي هات ترايبود. قلت له معايا واجي. عارف انت مطول قوي يا عبد، في حد جبني في الكادر بقى عشان اقعد. طيب 3 ده كنت بفوتو بتاعتها. من شويه اشترينا شويه شوكولاتات عشان نقارن بين الشوكولاته المصري والشوكولاته الاجنبي. كان في اكتر نزلت على جلوكل، حاطين يعني كانت اكتر حلوه الصراحه، حاطين كذا منتج مصري والاجنبي دي، وعشان احنا بقى في ازمه الدولار ومشاكل والمصايب دي كلها مستورد، الاشياء مستورد خالص، هنضطر ان احنا ناخد بدايل بدل ما ناخد اللي بنتعامل بيه كالعاده. فاحنا كعائله مرفهه جبنا شويه شوكولاتات اللي هي اصلا غاليه، اللي هو اصلا مش الشعب كله طبعا بيجيبها، بس احنا بنجيبها، جبناها وجبنا البديل بتاع المصري الارخص. مستورد ده في برضو الاعلى منه، بس هو الاعلى منه ملوش مصر، مفيش بديل مصري ليه. دي الحاجات اللي هي ليها بديل مصري. انا بقى الاول اول منتج بقى معانا النهارده مورو، الشوكولاته المصري عامله زي ايه بقى، قريبه من ايه؟ هي مورو فيها ليها حاجتين جنب بعض، ليها المارس، الشوكولاته المارس الجميله، وسنيكرز. جرب انت الاول مورو. جرب مورو ماشي، بعد كده خد قطمه من السنيكرز. طبعا الراي ده بتاعنا شخصي كامل يعني. خلاص دي ارخص، ممكن تبقى ارخص من النص مثلا، بس طعم فرق كبير قوي بصراحه. ان هنا خدت هنت من دي، بس طعمه وحش جدا. والسنيكرز احلى بكتير يعني. مش منتج مصري بيشتري وخلاص، مش يعني مش لو معاك فلوس اشتري سنيكرز طبعا يعني. منتج تاني معاه هو لوكر. في ناس تقول لوكر، ناس تقول لوكر. هل انهي واحده الاصح؟ لوكر. لوكر اصح؟ بالالماني دي الكاميرا بتقول لوكر خلاص. مش فاكر لوكر كان بكام يا نور؟ ب 8 جنيه. دي بقى 8 جنيه، زمان كنت جايب 3.5 و4 حاجه زي كده. ايه البديل؟ البديل هو الشمع عيدان المصري الاصيل. الشمع عيدان الشمع عيدان بكام ده بقى؟ بجنيه ونص. منتج بجنيه ونص ومنتج ب 8 جنيه، فالطبيعي طبعا ان هو سبحان الله اشوف مين احسن. انا ما بشتريش حاجه في العادي اصلا. بس عايزين تاخدي واحده الكاميرا. الشوكولاته تحسه اكتر في اللوكر اغمى شويه، او اوضح او اتقل مش عارف. ده الوكر، ده الشمع عيدان. يعني اكل بقى الشمع عيدان؟ لا صدق، انا ممكن استغنى عن اللوكر خلاص يعني. ممكن ما اشتريش لوكر، اشتري شمع عيدان. في فرق، بس الشمع عيدان مش وحش. يعني مورو كانت وحشه. مورو كانت بشعه. لكن الشمع عيدان حلو بقى. حلو يعني قشطه، اللي هو اصل بتتكلم من جنيه ونص ل 8 جنيه. فرق جاسع. معانا بعد كده تويكس. هاخد انا واحده من هنا. واحده ايه؟ واحده ايه بقى؟ مندولين. بصراحه انا بحب مندولين اكتر اصلا. اكتر من اول، من قبل الاسعار ولا بعد الاسعار؟ لا لا، من زمان، من زمان والله، من زمان. هي فعلا مندولين حلوه من زمان. والله بص، الصباع شكله واحد الصراحه. حلو، هي كويسه. بس مش زي مندولين.
كام التويكس؟ التويكس بسبعة، ده مندولين بـ2 ونص، يعني انت ممكن تجيب ثلاثة مندولين ودقيق نص جنيه بسعر واحدة تويكس. وأحلى أراء ديبيتبل طبعا. المنتج اللي بعد كده هما الاثنين منتجين معروفين يعني، صح؟ ممكن ما نعملش مقارنة أصلا يعني، هو ممكن أقعد آكل نص البوريو بس لأن البوريو سيء، بس إحنا هنعمل مقارنة. المورو والسنيكرز كانوا قريبين في الشكل، اللوكر والشاليه قريبين في الشكل، المندولين والتويكس قريبين في الشكل. إيه القرف ده؟ دي تراب، دي مثل متلونة تراب. أنا الصبح لقيت فم قطعة تينة متجمعة فم في البوت بتاعي نازلة شبه البوريو، نفس اللون ده والله. شيل موبايل اوريو جميل طبعا حلو. لا مش عايز ده. مش عايز؟ لا طب خد بوريو. مش عايز بوريو. انا بحبه، كنت بحبه زمان على فكره. وانا زمان برضه. بس هو الاوريو بصراحه عملوا حركه قويه لما نزلوا كذا كذا حجم بصار اوريو برضه زمان كانش فيه غيره، كانش ليه بديل. بالظبط. طعمه يعني تراب. حتى قال عن زمان، يا زمان كان حلو. زمان كان احسن شويه. اوريو يا جماعه يكسب. اوريو كان بكام؟ 3 جنيه. اوريو ب 3 والبوريو بجنيه ونص. فبصراحه الاوريو طبعا يكسب لانه يعني مقارنه صغيره قوي. جنيه ونص. جنيه ونص يعني، بس فرق كبير قوي في الطعم. احنا جايبين حاجه كمان المفروض نحملها ان هي باونتي، المقاول بتاع شوكولاته جيرسي. اسمها ايه شوكولاته جيرسي؟ هناكل باونتي انا. دي حاجه مشكله اصلا ان مفيش اصلا جيرسي. يعني في محيط مصر الجديده مش لاقيين جيرسي. فدي اخر حاجه ممكن نعملها بقى عشان نقارن. احنا عاملين مقارنه تافهه قوي الصراحه. وهي مقارنة الشوكولاتة. لا مش تافهة، انا بحب الشوكولاتة. المقارنة بقى اللي بعد كده هي نعمل بقى كوبايتين شاي بقى او ثلاثة اكتر كوباية عشان الكاميرا بقى تشرب معانا. ليبتون وشال عروسة. ماشي. نشوف بقى. ماشي. نعمل لنا كوبايتين شاي عروسة. انت العروسة وانا ايه ليبتون. بقينا دلوقتي عندك 24 سنة وشخص تافه معلش مؤاخذة بالنسبة لبقية الشعب الغلبان المطحون، ايه الحاجة اللي انت وفرت فيها فشخ او وفرت فيها عشان معجلة الأسعار؟ يعني بصراحة مفيش منتجات معينة، بس هو ممكن مثلا الخروجات شوية لأن المطاعم كلها غليت. سيرفيس والتاكسي بقت. ايوه كاميرا صح. كانت انت تلف بالعربية كتير، ففي دلوقتي فرق في البنزين، وفي كلام البنزين لسه هيزيد تاني. انا نفسي بطلت برضو يعني قلت في خروجات اللي هي ملهاش لازمه. فكره ايه حاجه تافهه طبعا، بس اللي هو الشيشه، مش هطلب شيشه في كافيه خلاص عشان الشباب ب 50 جنيه بالليل. كام يا كاميرا؟ 60 جنيه بالليل. 65 جنيه بالليل. والازاز في بعض الكافيهات، الشيشه الازاز يا جدعان في بعض الكافيهات بقت ب 75 جنيه. ايه يا عم نحلق بقى. طبعا هتسألوني انا جاي احلق ايه، بس بحبها تبقى بلاطه. عارف البلاطه؟ فاهم؟ تمسكها كده تحط عليها حاجه تزحلق، تحس انه بيقشر البطاطس. طب ادالك يا برضو ايه، حددها خفها شويه من هنا كده. ايه شايفني في المرايه؟ ما هو بقى دي مشكله طول ما انا بحلق عمري بشوف شكلي عامل ازاي عشان انا حزن شديد بانتهاء بنهايه كفر راديو كفر الشيخ. كفر الشيخ ايوه طبعا طبعا. كل الاسى والحزن. ايه ده؟ ايوه شفت بقى حتى الكاميرا استغربت بجد. تحيه لفكره كفر الشيخ الحقيبه قبل ما هي بس حاجه بتضحك وتروش، هي فكره عظيمه. ف بجد حتى الكاميرا بتسقف. بجد كانت يعني كانت تجربه انا بحييكم عليها. اللي مش عارف كفر الشيخ الحقيبه احنا هنحط لينك تحت، هنحط لينك ديسكربشن كفر الشيخ حبيبه. اخشوا اسمعوا حلقاتها الراديو بس على اليوتيوب يعني. جود باي كفر الشيخ. جود باي كفر الشيخ حبيبه.